حنا فرحانين وهذاك الدري والله الا مسكين تم تاسف ليه بقى فيا ما كرهتوش يخرج ولده ولا اني للاسف انه ماشي ولده واخا انا متاكده انا درت التحليله في اسبانيا ماشي ولده وتباره الحمد لله في القضاء المغربي خرجت لا دي ان ماشي ولده الخبره وما غيعطيوها لنا وغادي نحطوها ان شاء الله عاد تشوفوها والحكم غادي يبان في الانترنت وغيبان كلشي يعني حنا فرحانين وماشي فرحانين هذاك الدري هذاك الدري بقى فينا بقى فينا الله يهدي امو امو الله يهديها تقول لي عشكم بواه الضمير ديالو حشومه عليها تحيد الضمير ديالها تقول لي شكون باك برك مبقاش عذب في الدري وتعذب في الناس وتعذب في المغاربه وتعذب في عباد الله وتعذب في القضاء وازعاج السلطات وما على هذه الروينه هذه تجي تقول لي اخويا فلان باك شكون هو صافي بعد من السيد وتحل المشاكل العائليه بينه وبينه والدري يعرف بواه واش الدري يبقى هكاك ما يمكنش خاصو يعرف بواه شكون هو في سبيل الله لا بغانا نعاونوه في سبيل الله في اي حاجه احتاجها راه مازال كنعاملوه بحال ولدنا وكنا كنديروا معاه زوين شحال هادي ويقول لكم شنو كاين على وجه امنيه وباقي نديروا معاه زوين وخاص بنا وعيرنا وشوهنا وخرج علينا على بزحا من حاجه وخرج علينا على لان الدري كان مو موهمه بالله انه راه ولد عادل تنقول لي انا الله يسامحكم دنيا واخره الله يسامحكم دنيا واخره والمهم راه ان شاء الله الا بغى شي مساعده ما يترددش راه عادل تيبقى ديما عادل تيبقى ديما الاب الروحي ديال اي مواطن مغربي الناس اللي تاسفوا لي واعتذروا مني وبعدوا مني وعطوني اتساع انا مبعده منهم دنيا واخره والناس اللي باقين تيجبدوني وكيقلبوا عليا راه غادي يلقاوني وعندي الحق انني نرفع عليهم دعوه بيان سير الناس اللي باقين غيسبونا دابا حنا اليوم بدينا صفحه جديده من الغدا بدا شي حتى يهضر راه ما غادي يلوم على نفسه يعني انا واخا ندير مليار شكايه ما عنديش مشكله انايا نتابعهم صافي الحق بان خاصهم يعطونا اتساع مابقاوش يهضروا عام هكاك غنديروا صداقه اليوم غنديروا صداقه الطلبه ان شاء الله غنديروا الطلبه وتنقول لهم تنقول العزيز ما يطلعش لك الدم ولدي وما تقلقش على امك وحاول تفهم معاها عاب الاداب تقول لك شكون بواك وتنقول لك الله يسهل عليك ولا بغيتي شي حاجه ما ترددش حنا راه رهن الاشاره لا انت لا امك كلمه اخرى تنشكر الجمهور وتنقول لهم راه عادل عند حسن الظن ديالكم راه عادل عمره ما كذب عليكم في الحياه ديالو هو كيساعد الصغير والكبير قبل اي واحد وهاد الناس هادو اللي كذبوا عليه وحطوا عليه البطاطا هو يقدر يساعدهم مستقبلا وتنقول الله يسامح لاي واحد جبدني بالسوء الا الناس اللي غادي يبداو من دابا راه ما غاديش لان صافي الحقيقه بانت الا شي واحد دابا بقى كيدوي غير هكاك يعني راه كيقلب على الصداع والصداع غادي يلقاه معانا صافي هادشي اللي كاين شكرا.